إذا للوقوف عند تزايد ظاهرة الجفاف والتصحر في ظل تحذيرات بعد فقدان العراق ما يقرب 15% من أراضيه الزراعية، ينضم إلينا عبر سكايب من ستوكهولم الأكاديمي المتخصص في شؤون المياه الدكتور نظير عباس الأنصاري. دكتور نظير، مرحبا بكم. لنبدأ بإحصائيات المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، تذكر هذه الإحصائيات أن العراق يخسر 15% من الأراضي الزراعية، ولكن دكتور لماذا كل هذه الخشية والتخوفات من هذه الموجة من الجفاف والتغير المناخي؟ ما مدى خطورة ذلك دكتور؟ أولا شكرا على الاستضافة. حياك الله دكتور. الله يخليك ويحفظك عزيزي. هذه المسألة مو جديدة، يعني هذا التقارير من الأمم المتحدة قبل 4 سنين أو أكثر تكلمت عن خسارة العراق بحدود 100,000 دونم من الأراضي الزراعية سنويا. طيب. طبعا الأسباب ثلاثة وإحنا تكلمنا عنها سابقا على قناتكم الكريمة، لكن لا بأس نعيدها بصورة مختصرة. أولا التغير المناخي اللي ذكرتوه، درجات الحرارة تزيد، يعني آخر إحصائية لهذه السنة أعلى درجات الحرارة سجلت حاليا في بعض المدن العراقية. الشيء الآخر من أسباب شحة المياه والجفاف هو طبعا المشاريع المائية في دول الجوار وخاصة تركيا وإيران. الشيء الثالث للمشكلة هو طبيعة إدارة ملف الموارد المائية داخل العراق. هذه الأسباب الثلاثة هي اللي تؤدي إلى مشكلة الجفاف وتقلص الأراضي الزراعية بشكل غير طبيعي وغير مقبول. دكتور نظير، قائم مقامية قضاء مندلي تتحدث أن انخفاض مناسيب الآبار الارتوازية بنسبة 40% يعني قد وصل إلى 40%، 40% رقم خطر جدا بحسب المراقبين. هل سيؤثر هذا الانخفاض على مشاريع الري، ومن ثم تؤثر مشاريع الري على الانتاج الزراعي في محافظة ديالى؟ طبعا، لأنه محافظة ديالى إذا تتذكرون الجارة إيران حولت معظم مياه نهر ديالى إلى داخل أراضيها، وتصاريف مياه نهر ديالى كانت شحيحة جدا، فالتجأوا الفلاحين في محافظة ديالى إلى حفر آبار المياه الجوفية، فصار استنزاف أكثر من اللازم. يعني حفر أو استخدام المياه الجوفية إلى أصول وقوانين تضبط، يعني سحب المياه من آبار المياه الجوفية يجب أن تكون الكميات مساوية أو أقل مما يترشح إلى الخزان، لكن من نحفر مئات الآبار ونستخرج مياه بدون أي ضوابط، طبعا هذا راح تؤدي إلى انخفاض مناسيب المياه الجوفية بشكل كبير جدا، وبعد فترة راح تجف خزانات المياه الجوفية، وهذا طبعا شيء خطير وخطر جدا، لأنه عادة المياه الجوفية هي يعني خلينا نقول خزين للأجيال المفروض، ونستعمله فقط بوقت الشدة الكبيرة. ومثال آخر على الاستخدام غير المعقول للمياه الجوفية هو ما حصل لبحيرة ساوة. بحيرة ساوة جفت نتيجة حفر آبار بشكل كبير في المنطقة واستخراج كميات غير معقولة من المياه الجوفية في المنطقة، وهذا هو السبب. دكتور، الآبار الارتوازية هل يمكن أن تعوض النقص الحاصل في الأمطار في العراق؟ لا طبعا، لأنه شوف المياه الجوفية من تجي، ما يترشح من مياه الأمطار وما يترشح من الأنهار. احنا عندنا الأمطار دا تكون طبعا دا تنخفض كمياتها، وهاي أيضا تكلمنا عنها، يعني كل الموديلات الرياضية اللي استخدمت حول مستقبل الأمطار بالعراق تقول من 19 إلى 25% دا تقل كمية الأمطار الهاطلة، يعني معناها ما يترشح هو
ده يكون أقل. بعدين احنا نعرف أنه تصاريف مياه نهري دجلة والفرات أيضا قلت، فيعني معناها أيضا الراشح إلى خزانات المياه الجوفية أقل مما كان عليه. الشيء اللي نلاحظه أيضا أنه من تسقط كميات كبيرة من الأمطار في فترة قصيرة مثل ما صار مثلا بدهوك وبديالة، أيضا بعض القرى مثل كشكول، هذه راح تسبب فيضانات، لكن كمية المياه اللي تترشح لخزانات المياه الجوفية في مثل هذه الحالات أيضا تكون قليلة. فلذلك لا يمكن أن تعوض المياه الجوفية النقص الحاصل في شحة المياه دكتور. اللي يعاني نعم البلد. دكتور، من المسؤول عن انخفاض المخزون المائي في العراق؟ وصل الأمر إلى تصحر الأراضي وبالتالي هجرة الفلاحين للمدن، من المسؤول في هذه النقطة؟ طبعا المسؤول لازم احنا نلوم الدولة، لأنه يعني المواطن العادي شو يقدر يسوي؟ لكن الدولة هي هامل هذا الموضوع أو اعتبرته شيء ثانوي. هسه يعني صار سنة أو أكثر بدأ شوية اهتمام، لكن الاهتمام هذا اللي نشوفه هو ما يوازي طبيعة المشكلة، يعني الاهتمام قليل جداً. وأيضا إذا نلاحظ أنه الوزارات المعنية بالذات اللي هي وزارة الموارد المائية ووزارة الزراعة تخصيصاتها المالية بسيطة جدا، فلا يمكن أن تنفذ مشاريع اللي تساعدنا على تجاوز هذه الأزمة. طبعا هذه هي المشكلة الرئيسية، أنه الدولة معتبرة هذا الموضوع موضوع ثانوي، في حين أنه مستقبل البلد يعتمد على هذا الموضوع. على ذكر مستقبل البلد دكتور، يعني المركز العراقي للرصد البيئي يتحدث عن أن العراق يفقد 100,000 دونم سنويا بسبب التصحر، فيما لو استمرت هذه يعني المعدلات كيف ستكون الخريطة الزراعية والرعوية في العراق؟ إذا نجي على الأرقام، أولا هذا المركز طبعا ماخذ هذا الرقم من تقارير الأمم المتحدة، وتقارير الأمم المتحدة اللي تحدثت عن هذا الشيء قبل أكثر من 4 سنين للعلم، يعني هذا الرقم مو جديد. بداية الأراضي الصالحة للزراعة بالعراق هي بحدود 28 مليون دونم، اللي كان مستخدم سابقا بحدود 11.5 مليون. قبل كم سنة وزارة الموارد المائية نتيجة شحة المياه نزلت هذا الرقم إلى النص، يعني بحدود صارت 5 تقريبا مليون، وحاليا أقل نتيجة شحة المياه. إذا باوع على البحوث اللي أجريت سواء اللي احنا أجريناها أو المنظمات الدولية، يعني أخطر تقرير يقول أنه إذا استمر الوضع كما هو عليه وإيران وتركيا نفذت كل المشاريع الإروائية اللي مخططة إلها، فلن تدخل المياه من نهري دجلة والفرات وروافدهم إلى العراق سنة 2040. آخر تقرير أيضا اللي عملته منظمة التعاون الدولي السويدية، اللي هو بعد ما ظهر لكن قبل 3 أسابيع بعثوا لي خلينا نقول مسودة التقرير اللي يريدون يعلنوه، تقول أنه الإنتاج الزراعي بالنسبة للحبوب في العراق نزل بحدود 37%، ونفس الشيء بالنسبة للثروة الحيوانية، وهذا شيء خطير جدا. أيضا في نفس التقرير يتكلمون عن الاستراتيجية اللي تتحدث بها الحكومة العراقية اللي وضعتها الشركات الإيطالية سنة 2015، ويقولون انتقادات أنه هذه الاستراتيجية غير مفيدة، لأنه لا تأخذ بنظر الاعتبار التغير المناخي. نعم دكتور. وكثير من الأمور الحاصلة حاليا والمتوقعة مستقبلا. وأيضا أكو كثير من الباحثين انتقدوا هذه الاستراتيجية. من جملة الانتقادات مثلا
انه الخزين المائي للسدود أني ماخذيه شكرا. على اعتبار نعم دكتور. السعه التخزينيه للسدود اثناء التصميم. هذا الشيء طبعا يعني مضحك طيب دكتور، بالحقيقه. اكتملت يعني لدينا الصورة عبر أشكال من اسال ستوكهولم الاوقات الأكاديمي ايضا. المتخصص في شؤون المياه الدكتور نظير عباس الأنصاري، شكرا جزيلا لكم.